السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منى الأحمري من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. محاضرتنا بعنوان Overview of Infection Prevention and Control Concept. Outlines, Common Terms, Concept of Epidemiological, Chain of Infection, The Causative Agent, Reservoir, Portal of Exit. Modes of Transmission, Portal of Entry, Suspectable Host, Breaking the Chain of Infection, Example of Chain of Infection, والConclusion. سنتكلم بإذن الله عن موضوع مهم جدا في مكافحة العدوى وهو سلسلة انتقال العدوى. الانفكتيفيتي العدوى وهي قدرة الكائن الحي سواء كان بكتيريا أو فيروس أو فنجس أو باراسايت أو بروتوزوا على إصابتك بالعدوى. يمكن أن تصاب بالعدوى ولكن لا تكون مريض، وهناك أوقات كثيرة تصاب فيها بالعدوى ولكن المايكرو أورجانيزم لا يسبب لك المرض. الفيرولنس أو حدة المايكرو أورجانيزم يشير إلى درجة الضرر الذي تسببه المايكرو أورجانيزم للهوست. عادة ما يتم تحديد قدرة الأورجانيزم في إحداث المرض بمساعدة الفيرولنس فاكتورز. يشير الفيرولنس فاكتورز إلى مكونات أو بنية المايكرو أورجانيزم التي تساعد في إحداث المرض أو العدوى. بعض الأمثلة على الفيروس فاكتورز اللي هو التاتشمنت فاكتورز، الادهيسنس، سبريدنج فاكتورز، الإنزيم، الإكسوتوكسين والإندوتوكسين. الباثوجينيسيتي مصطلح بيولوجي يشير إلى قدرة الميكروبات على إحداث المرض في الكائن الحي أو آلية بيولوجية تؤدي لحالة مرضية. يمكن استخدام المصطلح أيضاً لوصف أصل المرض وتطوره وما إذا كان حاد أو مزمن أو متكرر. تعتمد درجة إمراض الكائن الحي على العوامل التالية: Number of infecting bacteria, route of entry into body, specific host defense mechanism, non-specific host defense mechanism, virulence factors of the bacteria. Epidemiological triangle model of disease consists of three elements. The host is the human. The environment consists of all external factors associated with the host. The agent, which may be a bacteria, virus, fungus, protozoa, helminths, or prion. طبعا المثلث الوبائي حيث يتم اللقاء والتفاعل بين الانفكشيوس ايجنت والبيئة والمضيف. هذا التفاعل يحدد لي وجود مرض أو عدم وجود هذا المرض. لو حدث أي خلل بين الثلاث عناصر الرئيسية هذا طبعا لن يؤدي إلى حدوث المرض. Chain of Infection يمكن وصف عملية العدوى بأنها سلسلة العدوى، حيث يرتبط كل مكون أو رابط في هذه السلسلة برابط آخر في نفس السلسلة. سلسلة العدوى هناك ست حلقات أو روابط مرتبطة ببعضها وهي التي تمر بها أي عدوى. أول حلقة بالسلسلة وهي الانفكشيوس ايجنت أو المايكرو أورجانيزمز القادر على إحداث المرض مثل البكتيريا أو الفيروس أو الفانجاي أو الباراسايت أو البراينز. الحلقة الثانية بالسلسلة وهي الريزرفاير، هو المكان الذي تتوفر فيه الظروف المناسبة لنمو وتكاثر اللي هو العامل المعدي أو الانفكشيوس ايجنت مثل الووتر، الفود، البيبل. ثالث حلقة وهي البورتال أوف إكزيت، وهو المكان أو مكان خروج اللي هو العامل المعدي، هي الطريقة التي من خلالها اللي هو الأورجانيزمز المسبب للعدوى يخرج من الهوست، وطريقة خروجه تكون مرتبطة بمكان وجوده بالهوست. مثل الإنفلونزا عندنا مرض تنفسي يخرج عن طريق السعال والعطاس. بعدها ننتقل إلى اللي هو المودز أوف ترانسميشن، هي الطرق التي من خلالها العامل المعدي راح ينتشر من الريزرفواير إلى مضيف محتمل أو من مضيف إلى مضيف آخر. مثال على طرق الانتقال ممكن يكون الإيربورن أو الكونتاكت أو الفيزيكال. البورتال أوف إنتري اللي هو دخول العدوى، المكان اللي يدخل منه العامل المعدي، هي الطرق التي من خلالها سيدخل الانفكشيوس ايجنت او اللي هو الاورجانيزمز الى المضيف المحتمل. مثل عندنا اللي هو دايجستيف سيستم، الريسبيراتوري سيستم، الموكس ميمبرينز والبروكن سكين. اخر حلقه لدينا بالسلسله اللي هو سسبتبل هوست او المضيف المحتمل. قد يكون هذا الهوست
لديه سمات تؤثر على قابليته أو قابلية إصابته بالمرض وشدته، مثل أن يكون من الأشخاص اللي عندهم مناعة ضعيفة، الأميون عندهم في ضعف في الجهاز المناعي، أو أن يكون عنده الديابيتس، أو اللي يكون عندهم البيرز أو السيرجري، أو حسب اللي هو العمر، قد يكونون أطفال صغار جدا أو يكونون كبار في السن. The causative agent، العامل المسبب للمرض، وهو أول حلقة بالسلسلة، ممكن يكون biological, physical, chemical، وقادر على إحداث المرض. Infectious agent ممكن يكون اللي هو البيولوجي، ممكن يكون بكتيريا، فيروس، بروتوزوا، هيلمز، برايون. بعض البيولوجيكال ايجنت يكون لديها خصائص تجعلها أكثر نجاح في التسبب في العدوى. لإحداث المرض يجب أن تكون هذه العوامل invasive بدرجة كافية لدخول الأنسجة والتكاثر وإحداث قدر من الضرر. Infectious dose وهو عدد الكائنات الحية اللازمة لإحداث المرض، ومدى قدرة الكائن الحي على البقاء في اللي هو الفري ستيت، تحدد ما إذا كانت العدوى ستتطور. كذلك تؤثر نوعية المضيف على نجاح الكائن الحي. الريزرفاير الحلقة التالية في السلسلة، وهو المكان الذي يمكن اللي هو المايكرو أورجانيزمز أن يعيش فيه، ولكن قد يتكاثر أو لا يتكاثر. قد يكون الريزرفاير المصدر وقد لا يكون هو المصدر الذي يتم منه نقل اللي هو الانفكشوس ايجنت إلى المضيف. هناك ثلاثة ريزرفاير هي الأكثر شيوعا، الهيومن، الانيمالز، الانفايرومنت. تشتمل اللي هي الريزرفاير اللي هو الشائعة المرتبطة بالهيلث كير هيلث كير اسوشيتد انفكشن على المرضى، وايضا على الهيلث كير اكويبمنت وعلى الانفايرومنت. بورتال اوف اكزيت هو المسار الذي يغادر به المايكرو اورجانيزمز المضيفة. تتوافق عادة البورتال اوف اكزيت مع البورتال اوف انتري، اي ان طريقة او المكان اللي خرج منه المايكرو اورجانيزمز هي نفسها طريقة ومكان دخوله للمضيف الاخر. منها من هذه الطرق اللي هو الجهاز التنفسي، الجهاز البولي التناسلي، الجهاز الهضمي، الجلد والأغشية المخاطية، كذلك عبر المشيمة من الأم للجنين، وبالحقن عن طريق الجلد. Mode of transmission طرق الانتقال، الرابط التالي في سلسلة العدوى. يحدث الانتقال عندما يترك اللي هو المايكرو أورجانيزمز مضيفة من خلال اللي هو البورتال أوف إكزيت، ويتم نقله بواسطة بعض طرق النقل، يدخل من خلال بورتال اوف انتري مناسبة لإصابة المضيف المحتمل. Modes of transmission لدينا خمس طرق رئيسية للانتقال: الكونتاكت، الدروبلت، الايربورن، الفيكتور بورن، والكومن بيكل. كونتاكت ترانسميشن طريقة الانتقال عن طريق اللي هو الكونتاكت لها أهمية خاصة في بيئة الرعاية الصحية، وتنقسم إلى مجموعتين فرعيتين: أول انتقال بالاتصال المباشر، ثانياً الانتقال بالاتصال غير المباشر. الانتقال بالاتصال المباشر يمكن أن يحدث بين مريضين على سبيل المثال عن طريق الاتصال باليد، حيث يعمل أحدهما كمصدر للمايكرو أورجانيزمز المعدية والآخر كمضيف عرضة للإصابة بالعدوى. Indirect contact transmission يتضمن الاتصال أو الانتقال بالاتصال الغير مباشر مضيف محتمل مع جسم وسيط ملوث. بعض الكائنات الحية مثل الـ MRSA أو الـ VRE قد تبقى على قيد الحياة لأيام أو أسابيع في البيئة، وتكون متاحة للانتقال عن طريق الاتصال المباشر أو الغير مباشر. Droplet transmission تتولد الدروبلت من الشخص المصدر بشكل أساسي أثناء العطس أو السعال أو التحدث وأثناء أداء إجراءات معينة مثل السكشنينج واللي هو تنظير القصبات. يتطلب الانتقال عبر اللارج بارتيكل دروبلت اتصال وثيق بين المصدر والأشخاص المتلقيين، لأن الدروبلت لا تبقى معلقة في الهواء وتنتقل عموما
لمسافة قصيرة فقط، عادة تكون 3 أقدام أو أقل عبر الهواء. Airborne Transmission يعد الانتشار أو الانتقال اللي هو المايكرو أورجانيزمز المحمولة جوا طريقة فعالة للانتقال، وقد يشمل مسافات متفاوتة بين المصدر والمضيف. الطريقة الأكثر فعالية للانتقال عبر الهواء هي عن طريق اللي هو الدروبلت نيكولس. الدروبلت نيكولس صغيرة جدا، حوالي من 1 إلى 5 ميكرون، يمكن أن تبقى معلقة في الهواء لفترات طويلة. السايز للبارتكل يجعل مثالي للاستنشاق لأنه صغير بما يكفي للوصول إلى الجهاز التنفسي، فالحجم الصغير وقدرته على البقاء معلقا في الهواء يعني أنها قد تنتشر عبر أنظمة التهوية. مثال على هذا النوع من الانتقال هو التي بي. Common Vehicle Transmission، الفيكل التي قد تنقل اللي هو المايكرو أورجانيزم بشكل غير مباشر مثل الطعام والماء واللي هو البلد. قد تحمل الفيكل مسببات الأمراض، حيث قد يحمل الطعام أو الماء اللي هو الهيباتيتس إي فيروس. فيكتور بورن ترانسميشن، قد تحمل الفيكتور النواقل مثل الموسكيتو المايكرو أورجانيزمز من خلال طرق آلية، أو قد تدعم نمو اللي هو الأورجانيزمز أو تغيراته. مثال على ذلك النقل الآلي الذباب الذي يحمل الشيقلة على أطرافه. Portal of Entry، تشير البورتال of Entry إلى الطريقة التي يدخل بها المايكرو أورجانيزمز إلى المضيف المحتمل. يجب أن توفر البورتال of Entry إمكانية الوصول إلى الأنسجة التي يمكن أن يتكاثر فيها المايكرو أورجانيزمز. في كثير من الأحيان يستخدم المايكرو أورجانيزمز نفس اللي هو البورتال of Entry حتى ينتقل إلى مضيف جديد استخدمه للخروج من المضيف المصدر، مثل اللي هو الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، كذلك الجلد والأغشية المخاطية، عبر المشيمة اللي هو من الأم للجنين، وبالحقن عن طريق الجلد. Suspital Host، الحلقة الأخيرة في سلسلة العدوى، هو المضيف المحتمل. تعتمد قابلية إصابة المضيف بالعدوى على عوامل وراثية أو مناعة محددة أو عوامل غير محددة تؤثر على قدرة الفرد على مقاومة العدوى أو الحد من القدرة المرضية. قد يؤدي التركيب الجيني للفرد إلى زيادة أو تقليل القابلية للإصابة بالعدوى. تشمل العوامل الغير محددة التي تدافع ضد العدوى الجلد، الأغشية المخاطية، حموضة المعدة، الاستجابة المناعية غير المحددة. ومن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة هي العمر، أما صغير جدا أو كبير في السن، كذلك الميديكال كونديشنز، التريتمنتس أور إنفيزيف ديفايسز، البور نيوتريشن، الجنرال هيلث، البيرنز والسيرجري والإميونو سبريشن. بريكينج ذا تشين أوف إنفكشن، كيف نقدر نكسر سلسلة العدوى؟ بالنسبة لأول حلقة وهي الإنفكشيوس agent، عن طريق اللي هو الرابيد ايدنتيفيكيشن والايزوليشن للسورس، كذلك الابلاينج بيرير بريكوشنز، كذلك اللي عن طريق عمل اللي هو الديسنفكشن والستريليزيشن اوف ايتمز اند اكويبمنت، ايضا اللي هو الانفايرومنتال كليننس. الحلقه الثانيه اللي هي الريزرفاير استطيع ان نعمل لها كسر لهذه الحلقه عن طريق اللي هو اليوزنج ديسبوسبل equipment أو اللي هو الاستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحدة والsingle use، عمل disinfection and sterilization of non-disposable equipment، identifying and controlling the infections in carriers. بالنسبة للportal of exit أستطيع أني أكسر هذه السلسلة عن طريق عمل هو prepare control of secretion and excretion، ذلك environmental sanitation اللي هو waste disposal. وبالنسبة للمود of transmission فهي عن طريق عمل الهاند هيجين، source isolation، الأسيبتيك تكنيكس، and prepare device care، وعن طريق عمل control of air flow، والprepare food handling، وأيضا environmental sanitation. كسر حلقة البورتال of entry عن طريق عمل الأسيبتيك تكنيكس and prepare device care. وبالنسبة لآخر حلقة في سلسلة العدوى اللي هي الهوست، ويتم ذلك عن طريق الـ Identifying للـ High Risk Patients و Treating للـ Underlying Disease. شاهدنا بالبداية صورة لحلقات سلسلة العدوى وهي مترابطة ببعضها البعض. هنا نشاهد صورة لسلسلة العدوى وكيف نستطيع كسر كل حلقة فيها عن طريق تطبيق الطرق السابقة. عندنا هنا اللي هو الـ Question: Does an infection need all 6 links to be connected؟ الإجابة yes،
Even a break of one link can prevent infection. كلنا نعرف إنه الهاند هيجين is the single most effective way to break the chain of infection. Examples of chain of infection. Chain of infection للإنفلونزا. Causative agent هو الإنفلونزا virus. Reservoir هو clients, patients, residents, lungs and air passages. Portal of exit هو respiratory tract through coughing and sneezing. Mode of transmission عن طريق your hands and contaminated surfaces. Portal of entry اللي هو eyes والnose والmouth. Suspectable host هو people who have not received their annual influenza vaccine. Chain of infection للclostridium difficile. Causative agent هو clostridium difficile. Reservoir هو C. diff is found in the human intestinal tract. Portal of exit. The bacteria exit its reservoir through fecal material. Mode of transmission from a healthcare worker with contaminated hands through contact with contaminated fomite. مثل اللي عندنا blood pressure cuffs وعندنا image receptor and radiography table by direct contact with an infected person's feces. البورتال of entry هي the mouth, suspectable host. الانفكشن أو اللي هو العدوى يمكن حدوثها لأي شخص، مثلا تم علاجه بالمضادات الحيوية أو خضع لجراحة في الجهاز الهضمي، كذلك طول فترة الإقامة في المستشفى أنه جهاز المناعة لدى هذا المريض لا يعمل بشكل صحيح. Chain of infection للهيباتيتس B virus. Causative agent هو the hepatitis B virus. Reservoir person who have active hepatitis B virus or carriers for hepatitis B virus. The virus will survive in blood and body fluid. Portal of exit, anybody opening or wounds that drains fluid who harbor the virus. Mode of transmission, direct contact with infectious body fluids. Portal of entry, the virus required route into the bloodstream through broken skin or injury or mucous membranes exposure. A suspected host, anyone who has not vaccinated or not response to the vaccine. Chain of infection, tuberculosis, TB. A causative agent فيه اللي هو mycobacterium tuberculosis. Reservoir هو human with some animals. Portal of exit هو respiratory. Mode of transmission اللي هو airborne. Portal of entry respiratory with suspected host human and some animals. Conclusion: يجب أن يكون مقدمو الرعاية الصحية على دراية بسلسلة انتقال العدوى وسائل كسر هذه السلسلة. يمكن للتدابير البسيطة مثل نظافة اليدين والاستخدام المناسب لمعدات الحماية الشخصية وكذلك نظافة البيئة وتطهيرها أن تخفف بسهولة من انتقال العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية عند تنفيذها بشكل مستمر. تعد تدابير مكافحة العدوى الأساسية وتثقيف الموظفين عناصر بالغة الأهمية في برنامج شامل للوقاية من العدوى ومكافحتها.